يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. دائما الشباب السوري مبدع ودائما نحن بننطر منه الكثير، لهيك كرمت هيئه التميز والابداع الفائزين في منافسات الاولمبياد العلمي السوري لعام 2023 والذين سينضمون الى الفرق الوطنيه للاولمبياد في اختصاصات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء وعلم الاحياء والمعلوماتيه. وتم التكريم على مسرح دار الاسد للثقافه والفنون بدمشق، تم منح الميداليات الذهبيه للفائزين. هذا الموضوع قد ايه كثير حلو، قد ايه بينطروا طلاب علا لحتى يوصلوا للاولمبياد. عم بيكون في تدريب، عم بيكون في منافسه كثير قويه كمان. بالفعل يعني عم نشوف اطفال هلا نزل الاولمبياد، صار عم يعمل، خلينا نقول مع طلاب صف سابع وثامن، من قبل كنا نشوفهم بس على طلاب العاشر 11، هلا اطفال صغار بعمر سبع او صف سابع ثامن عم يشتغلوا لحتى يفوتوا بمجالات الرياضيات والفيزياء والكيمياء. فهذا النقطه المهمه هون بالاولمبياد، انه انت المهم المشاركه، يعني حتى لو ما تخطيت هيدي المراحل، حتى لو ما انتقلت على الفريق الوطني، المشاركه بالاولمبياد العلمي. طبعا عم بحكي عن تجربه حدا من القرايبين عم يشتغل على هيدا الشغل، هي كانت صف سابع فعملت لي انه ما مهم اني انا انتقلت او ما انتقلت، هي ما انتقلت على مرحله جديده، بس قد هي اخذت خبره من هيدي المشاركه وثقه كمان، اكيد ثقه طبعا، ومعلومات اضافيه خلاها تفكر خارج الصندوق. خلينا نقول طبعا بالاستوديو معنا شاب صغير بالعمر ولكن اكيد كبير بالطموح، الطالب محمد ديب، كان مشارك بالاولمبياد العلمي السوري المعلوماتيه. صباح الخير محمد، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك، يسعد صباحك. صباح، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. مبروك بدايه الانجاز. نحكي عن هذا الانجاز باي اختصاص؟ معلوماتيه. من امتى بلشت؟ بلشت تدريب من هذيك السنه، بعد يعني من سنه تقريبا الا شهرين بعد ما خلصت المرحله كنت انا رياضيه، بلشت بالمعلوماتيه ولهلا كنت عم اتدرب فيها بالمعلوماتيه. طبعا كنت اول شيء رياضيه. هلا بالبدايه انت كنت رياضيه بعدين انتقلت على المعلوماتيه، شو ليش اخترت المعلوماتيه؟ لان هي كانت اقرب شيء رياضيه، يعني كمنطق تفكير وهيك اقرب شيء. حلو. وما طلع لي انا رياضيات، ما قدرت يعني ما حرفني الحظ اني اطلع فريق وطني، بس حبيت كمل بهالشغله، شفتها انه حلوه وفي رفقات، تعرفت على رفقات بتعلمي شغلات جديده، فحبيت كمل بهالمجال. دخلت معلوماتيه، اول شيء طبعا باول مسابقه ما طلع لي شيء، بس ما وقفت طبعا، يعني استمريت للمسابقه الثانيه، تاهلت منها وتاهلت على التصفيات النهائيه وطلعنا فريق وطني الحمد لله ذهبيه. كثير حلو، يعني هو الاصرار من البدايه بدي يكون بهذا المكان، والتجارب يمكن الشغل على حالك، قديش اشتغلت على هذا الموضوع؟ اجبار في تدريب وكوتشات طبعا، يعني انا والكوتشات ما كنت هون، يعني ان الشكر لهم كلهم، اهم خصوصا كوتش عباده مصري هو اللي دربني من الاول شيء. اكيد نتشكر كل حدا تعب معكم لحتى وصلتوا لهون. محمد، اذا بدنا نحكي على شو تركزت التدريبات منشان اي حدا حابب يفوت بهذا المجال وخايف متخوف شوي؟ يعني هو اهم شيء بالتدريب انه يعني بدك حدا يوجهك طبعا، بدك يوجهك انت، ما هو ما راح يعلمك شو تعملي، بس بده يوجهك انت شو تبلشي، من وين تبلشي، انه هو الاولمبياد مجال واسع ما في له بدايه، في يعني بدك تبلشي ما بتعرف من وين، بدك حدا يوجهك تبلشي، وبدك كمان تدريب اجباري، انه اهم شيء التدريب. وقت كل ما كان تدريبك وقت اكثر كل ما كان احسن. حلو، ذكرت نقطة، يمكن من وين بلشي أو من وين تبدأ، هي المبادئ الأساسية من أي مجال، يعني خلينا نحكي عن هيدا الموضوع، فيها خوف يمكن بتكون هيدا الشيء مجهول قدامك، خلينا نحكي عن التشجيع اللي حصلت عليه لحتى وصل. أول ما دخلت ما كنت بعرف شو هي بالأصل، يعني ما بعرف شو هي المعلوماتية، ما بعرف لغات برمجة، يمكن ما بعرف سي بلس بلس، نحن مكودها اللي ما بعرف شو هو، تعلمت من الصفر، ويعني كنت ما بتوقع انه رح اعمل شيء، فانه كنت حاسه يعني انه شغله جديده علي، يعني ما بعرف فيها شيء، بس ما وقفت كمل، قلت الكوتشات طبعا بيشجعونا، الاهل بيدعموك، رفقاتك، يعني كملت والحمد لله تمام. محمد، كنا عم نحكي بالبدايه انه هيدي التجربه، مثلا انت قلت بالرياضيات شاركت بس انه ما انتقلت على الفريق الوطني، بس اكيد كانت تجربه عطتك كثير. اكيد، وانا من هالتجربه حفزتني اني ادخل معلوماتيه، انه ما كنت، يعني لو التسليه بالتدريب، رفقات تعرفت عليهم، الجو، المعلومات تعرفناهم، كل شيء، يعني هن اللي خلاني ادخل معلوماتيه، حتى لو ما نجحت المعلوماتية، انا بدي ادخلك المال، يعني ارجع اعيش هالجو اللي عشته بالرياضيات. حلو حلو، احكي لنا كيف كانت تكون التحضيرات، كيف كانت تكون الاعداد، انه نحن بنعرف انه في جزء للتسليه وكان جزء اكيد للتمرين، احكي لنا حطنا حتى اللي يكون الاشخاص اللي عم بيتابعونا يتحمسوا اكثر على هيدا الموضوع.
هلا بتدريب يعني كنا نروح على الجامعه في هونيك بالمركز كانوا يدربونا. طبعا المركز الوطني المتميزين بوزاره بمديريه بكليه التربيه خلينا نقول. تمام جنب كليه التربيه. تمام تفضل. في كوتشات بيجوا بيدربونا طبعا كل اختصاص له شكل. يعني هو الجو هناك انه ما في انه ما في نشاطات او شيء، بس الجو التدريب لحاله هو بيخليك تسلي معك رفقاتك، معك عالم تعرفيه، عم تعلمي شيء انت بتحبه، فاجباري الواحد رح يستمتع بهالجو. هو يمكن جو المنافسه الايجابي كمان، جو المنافسه انه انت رايحه مثلا الفاس ما بتعرفي اللي مثلا من المحافظات الثانيه هنا شو مستواهم، انت ما بتعرفي انه العالم بقية شو مستواهم، انت بدك تحاولي اقصى شيء تتنافسي مع حالك، ما بقى رح تتنافسي مع غيرك، انت بتعرفي مستواهم ما بتعرفي شو، بدك تتنافسي مع حالك. هون ما بقى بتصير يمكن كشخص مسؤوليه لنفسك، بتصير مسؤوليه للمكان اللي انت فيه، حتى لمحافظتك بالنهايه لبلدك. نحكي عن هيدا الجانب، قد ايه انتم يعني بتحسوا بالمسؤوليه وقت بتوصلوا لهيك مكان؟ هلا مثلا بنوصل لهالمحل، انا هلا فريق وطني، بعد ثلاث شهور في انتقاء فريق عالمي. يعني الفريق العالمي هو يعني اقصى بدي احاول اجتهد كثير كمان اطلع ومثل سوريا، بانه يعني انا حاسه حط مسؤوليه على حالي انه انا لازم امثل سوريا وجيب ميداليه كويسه كمان، يعني نفتخر ببلدنا. صح بالفعل، ان شاء الله يا رب التوفيق لإلك. هلا انت كنت عم بتقول بالبدايه انه المعلوماتيه انت فتت صدفه بس لحتى تكمل بهيدا الجو الحلو. بعد ما فتت وشفت تعرفت على جو البرمجه، مقرر تكمل بالمعلوماتيه ولا شو مفكر؟ ما قصدي على الاولمبياد، قصدي على الدراسه. على المعلوماتيه كمجال هي يعني عجبني المجال وحسيت اقرب شيء لتفكير. كنت اول شيء كنت بحب الرياضيات انا. بعدين حسيت لما دخلت معلوماتيه حسيت انه هي اقرب لعقلي كمجال تفكيري، كطريقه تفكيري حسيتها اقرب، فعلى الاغلب رح كمل فيها بعد الجامعه. هو كثير في تقاطع ما بين المعلوماتيه والرياضيات، كثير التقاطع كثير كبير يعني. الرياضيات مثل الاساس للمعلوماتيه. صحيح. بدك تحتاج الرياضيات بكل شيء حتى. يمكن وجودك بمنافسه الرياضيات سهل عليك كثير، سهلت علي حتى يعني في عالم مثلا صار لهم زمان كثير مشتغلين معلوماتيه. بيجي مثلا انا بشتغل بعدهم بحقق نتائج انه بس لاني انا بالاصل متعلم الرياضيات. اساسك الرياضيات. اساس الرياضيات، الاساس الرياضي كثير مهم للمعلوماتيه بالفعل. حتى الباقيه الاختصاصيات هي الرياضيات ام العلوم. تمام. بالفعل يعني كفيزياء كيمياء ولا معلوماتيه، الرياضيات هي الاساس. العائله، حكيت انه العائله والمحيط دائما بيدعموك، كيف كان رده فعلهم لما انت قررت تكمل بالمعلوماتيه وشو كان دورهم؟ اول شيء يعني كان في انه مثل خوف او انه يعني ليش مثلا ادخل مجال جديد ما بتعرف شيء، وانا كمان يعني متردد شوي ادخل. صحيح. بس خلص بدخل انه تجربه وما خسران شيء يعني. جربت فيها بعد ما اول اختبار يعني هن شجعوني كمل. وانا كمان كان بدي كمل، رفقاتك بيدعموك، فكملت بهالاختصاص. ولما يعني مثلا قبل ما اروح على التصفيات النهائيه كانت امي تقول لي بدك تجيب ذهبيه هالسنه. حلو. والحمد لله جبت ذهبيه يعني ما خيبت ظنها. كثير حلو انه وقت الواحد ما ينجح بمجال معين يرجع يحاول يجرب بمجال ثاني، يعني يعطي لنفسه كمان المساحه اللي قادر يستثمر فيها. هذا الموضوع قد ايه يعني اعطاك حافز للحياه بشكل عام؟ شو قدمت لك هيدي التجربه انه ما وقفنا عند الفشل؟ لا كملنا وجبنا العلامه او المركز الافضل. صبر، بدك تعلم الصبر اجبار يعني باي مجال، حتى لو فشلت حتى المجال نفسه او دخلت مجال ثاني ما تستسلم، ضل عم تكمل. وغير هيك انه انا بالاصل كنت مستمتع بهالشغله، فيعني حتى لو فشلت نجحت انا شايفها متعه، مع اني انا شايف انه داخل اختبار ولازم انجح فيها او شيء، انا شايف انه داخل وعم اتعلم شيء انا بحبه، فلهيك كملت بهالشغله. ويعني حتى لو فشلت ما كانت رح تفرق معي، رح كمل فيها لاني شغله بحبها ومستمتع فيها. ما شاء الله محمد عم يحكي بثقه، عم يحكي بحب، كثير كثير حلو هيك يكون عندهم هالشغف والاندفاع. صحيح. محمد خلينا نستفاد من وجودك معنا واعطيهم نصائح للاشخاص اللي حابين يشتركوا بالاولمبياد سواء صف سابع او ثامن او الاكبر بعمرك 10 و11، كيف لازم يشتغلوا على حالهم هيك من تجربتك خلينا نقول؟ بدهم يبلشوا يعني اول شيء اهم شيء التدريب يعني اجباري. وبدك تصبر، ما تتوتر، ما تخاف من شيء، يعني انت شيء جديد صح بس ما تخاف منه، بتعلمه خطوه خطوه. ما ضروري تقارن حالك بغيرك وتشوف انه مثلا هذا احسن مني، انا ما راح يطلع لي بهالشيء. لا، فينك انت يعني اذا تدربت وشغلت حالك تسبق الكل. حلو، كثير حلو. طب هون يعني خلينا نحكي عن تنظيم الوقت واهميته. موجود بمكان يمكن بده دراسه كثير، ضمن فريق كله عم بيشتغل على حاله لحتى يوصل، نحكي كيف نظمت وقتك، كيف وزعت وقتك خلال السنه؟
كوقت هو نحن بالاصل مجال المعلوماتيه في شيء اسمه هيك انه في مسابقات مثل على المواقع وهيك، فكنت يعني حاول قدر الامكان اذا في شارك فيها ننظم الوقت اتدرب مثلا افتح يعني كان هي في صعوبات الكهرباء مثلا انه نحن نظامنا المعلوماتي المجال بده بيتطلب كهرباء كمان نشتغل على اللابتوب وهيك، بس رغم هيك كان في المركز الكهرباء جاي دائما، فيعني كان في يعني كل شيء متوفر انه نحن نتدرب، بس بقى بدك تعرف الواحد ينظم وقته مزبوط يدرس يتدرب ما يلتهي كثير وهيك. إذا بدنا نحكي عن لحظة التكريم كان في العديد من المحافظات السورية مشاركة وكنا على مسرح دار أسد بدمشق، نحكي عن التكريم محمد، كيف كانت هذه اللحظة؟ صراحة كان كتير توتر يعني خصوصا ضمن الحفل اللي كانوا عم يحطوه فيه، كتير متوتر عم أرجف كمان كنت يعني شوف مثلا كل رفقاتي في منهم كانوا كمان كتير متوترين مثل هذيك السنة كمان ما اختلف شيء يعني هذيك السنة، بس هالسنة كنت واثق أكثر لأنه يعني هذيك السنة أنا ما كنت داخل وهمني النجاح، بس إن ما كنت بعرف شو هو ما داخل. طبعاً عم نتابع صور من التكريم محمد عم نشوفهم معنا. أول شيء كنت خايف السنة الماضية، ما كنت خايف. لا السنة الماضية كنت خايف بس أكثر من هالسنة لأنه كان همني النجاح، بس إنه كنت داخل وفكر إنه إذا ما نجحت في هالشغلة خلص خلص المجال إنه ما بقى في طريق. هالسنة يعني خايف بس ما مثل الخوف هذيك السنة لأنه بعرف إنه شو يعني مهما كانت النتيجة أنا أسا فيني كمل فيني أتدرب لحالي يعني ما موقفة لهون وكل شيء يعني اللحظات كلها اللي مرت لحالة رح تضل بذكرياتي مستحيل أنساها يعني. كتير حلو. هلأ ما كنت بتعرف أنه أنت رايح تتكرم، كانت مفاجأة خلال الحفل أنه طلع لا اسمك؟ لا بنعرف أنه في رايحين بس يعني ما بيعرفوا مين رح يطلع فريق وطن لا بتعرف تكريم بس ما بنعرف مين رح يطلع فريق وطن لا هن بفورم بيديوها خلال الحفل هيك الخوف يعني بيكون انت خايف انه رح تطلعي ولا لا وهيك ناطر الرئيس مع اسمه يعني كثير لحظه صعبه وحلوه بالفعل حلوه بتضل ذكرى يعني بهيدا انجاز يعتبر. طبعا فاتن الفكره الاساسيه انه كل اللي بيشاركوا بالاولمبياد العلمي السوري بيحكوا مثل ما عم يحكي محمد انه الجو اللي هن بيعيشوه التمارين اللي بيتدربوها بتضل ذكرى عندهم، قد ايه بياثر هيدا الموضوع؟ قد ايه عم يتركوا عندكم ذكرى المشاركه بهيدا الاولمبياد؟ يعني انت بتنصح العالم كلهم ينضموا للاولمبياد؟ اكيد بنصح كل العالم يعني هو الجو لحاله المشاركه لحالها هو بيعتبر انجاز، انت عملتي شيء جديد، تعلمتي شيء جديد، تعرفتي على رفقات جداد يعني هذا بنصح الكل فعليا يشارك. الصعوبات بس الكهرباء واجهتك ولا كان في صعوبات ثانية محمد؟ هلا بالنسبة لا ما في غير بالنسبة لمجال المعلوماتية كان في كهرباء بس غيره لا ما في غير صعوبة أبدا. أكيد بدنا نتمنى لك التوفيق. كوتشات كانوا بيدربونا وكل شيء. كثير حلو، أكيد بدنا نتمنى لك التوفيق بكل شيء عم بتقوم فيه، كلمة أخيرة بتحب توجهها أو طموح بتحب توصل له وهيك وحطه ببالك. طموح صار نطلع فريق عالمي نرفع اسم سوريا يعني بميدالية كويسة أو شيء يعني طبعاً كل السنين كان في عالم كتير عم ترفع اسم سوريا بس هيك بدنا شيء جديد نرفع اسم سوريا بميدالية ذهبية أو شيء شغلة صار يا رب. إن شاء الله يا رب محمد بالتوفيق، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله يا رب بنشوفك عم تتكرم بأعلى المستويات، يعطيك ألف عافية.